هي بوريا تراجع ثمان الفقيد طيب صديقي عن سن يناهي 79 سنة بعد معاناة مع مرض لم ينفع معه العلاج، وبوفاته تكون الساحة الفنية الوطنية قد فقدت أحد أعمدة المسرح المغربي لما قدموا لهذا المجال من أعمال متعددة. فالمرحوم اشتهر بتوظيفه للتراث المغربي في مسرحياته، وكانت له أيضا أعمال سينمائية واهتمامات أخرى كالفن التشكيلي. كان يوصف بأبي المسرح المغربي بعد الاستقلال. كنت عارف أن الطيب ما غادي يموت، خلد التاريخ بزاف ديال الحوايج ما غادي يبقاو يتذكر أجيال بعد أجيال. كندوي عليه كشخص كإنسان، ولكن الأعمال ديالو غتبقى خالدة، وهي اللي غنبقاو نتذكروا بها الأجيال الأجيال. طيب صديقي، إلا كان كيف قلت دابا الأخ، إلا كان المسرح هو أبو الفنون، الطيب راه واحد من ولاد